تستمر العاصفة المطرية التي ضربت شمال غرب سوريا منذ أيام حتى الآن. نتواجد الآن في مخيم دحروج جنوبي معارض مصرين. هذا المخيم من المخيمات العشوائية التي تأثرت بشكل كبير بفعل العاصفة المطرية، كما تشاهدون هذا الطريق الذي يوجد في وسط المخيم، طريق ترابي حول إلى وحل نتيجة الأمطار ونتيجة العاصفة المطرية، ويصعب على الأهالي السير على هذا الطريق لأنه أصبح من الطرقات الصعبة وصعبة المرور فيها. نلتقي الآن أحد أهالي مخيم الدحروج ليحدثنا أكثر عن أهم احتياجات أهالي هذا المخيم وعن الضرر الذي لحق في هذا المخيم نتيجة العاصفة المطرية. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. والله الضرر مضرر كل الخيام. احنا بحاجة انه هالخيام هاي يستبدلون، يجيبوا لنا خيام بداله، واهم شيء حطب صوبة. انا عندي 4 اولاد لكلهم صوبة ما انا مركب لهم ضو، ما في عندي ضو خالص بالليل. عمني هذا الضو لا بيشتغل يا ما بيشتغل، بيشغلنا 10 دقائق وخالص. هذا بالناشد احنا المنظمات وبالناشد فاعلين الخير انه يسعونا في الامر هذا، وجزاك الله على الخير. كما تشاهدون أهالي مخيم الدحروج بحاجة إلى وسائل ومواد تدفئة، وبحاجة إلى إصلاح هذا الطريق الذي يقع في وسط المخيم. الحقيقة أهالي هذا المخيم وأهالي المخيمات العشوائية الأخرى يعانون المعاناة ذاتها ويناشدون المناشدة ذاتها، بحاجة إلى خيام وبحاجة إلى إصلاح للطرقات وبحاجة إلى مواد تدفئة. بحسب الأرصاد الجوية وبحسب المراصد الجوية قد يكون هناك عاصفة ثلجية في الأيام القادمة، لأنه كان هناك منذ ساعات هطول ثلج في بعض المناطق المرتفعة مثل مناطق جبل الزاوية ومناطق ريف اللاذقية. عامر عاصي، ريف ودلب، حلب اليوم.